في الفيديو النهاردة هكلمك على حاجتين حلوين قوي، العصير والفاكهة. قبل اي حاجة، انا عارف ان انا بصور هنا كتير، بس التحركات بتاعتي الفترة الاخيرة مخليني مش عارف ابقى في مكان عارف اصور قوي، فانا مش عاد اضيع وقت وضيع فرص ان انا اعمل فيها فيديوهات وفرص ان انا اقول فيها حاجات ليكو عشان اتحجج بالمكان. فلو الفيديوهات بتبقى في الاوضة دي كتير، معلش لو حد كان زهق من المكان ده، بس يعني ما توجعوش دماغكو بالمكان، ركزوا في المضمون بتاع الفيديو. شكرا جدا. يلا نبدأ الفيديو. عاملين ايه اصيع فرم في العالم؟ الرجالة اللي بتموت في الفاكهة، بتحبها، بتقدر الفاكهة الحلوة، بتحب تدوق كل فاكهة عشان الفواكه كتير وكل واحدة طعمها غير التاني. فاهم قصدي؟ لا نتكلم بجد شوية. طبعا الفاكهة من اجمد الحاجات في العالم، طعمها خطير، موجودة في القرآن من كتر ما اللي هو يعني اللي هي من الحاجات اللي هتبقى موجودة في الجنة. فطبعا الفاكهة يعني حاجة رهيبة. بس بما اننا مش في الجنة، وارد جدا ان انت تتخن، وارد جدا ان انت ما تعملش فورمة، وارد جدا ان الفاكهة اللي انت بتاكلها ما تبقاش فاكهة زي فاكهة الجنة، بتخليك مش عارف توصل لنتائج معينة عايز توصلها. فالفيديو النهاردة هكلمك على حاجتين مهمين قوي، العصير والفاكهة، وانهي احسن فيهم للدايت وينفع معاك اكتر. انا عن نفسي بموت في الموز، بحب الكريز، التين الشوكي بيجنني، المانجا مفيش كلام. بس في نقطة بس صغيرة عايز انبهك ليها، وطبعا الفاكهة مفيدة جدا يعني مفيش حد يختلف على كده، بس بتتراوح الفايدة بين فاكهة والتانية. بس لو قلنا في العموم، الفواكه بيبقى فيها فيتامينات، بيبقى فيها الياف مفيدة كويسة للهضم، فيها مضادات اكسدة، في منها بيساعد فعلا على التخسيس، حلو للبشرة، يعني في فوائد كتير قوي. بس في صور للفاكهة لما بتستعملها او بتاكلها بالشكل ده بتعمل لك مشكلة، وبتخلي الفوائد اللي انت مستنيها منها ما تحصلش. اهم واحدة فيهم واكبر واحدة العصير. ايه المشكلة في العصاير؟ طبعا اي حاجة في العلب، معلبات طبعا مش هتكلم عنها لان ده مش عصير. اكيد لما بتشرب عصير مثلا عند فرغلي ولا عند اي حد بتاع عصير برتقان مثلا، مش البرتقان اللي بتشربه عند فرغلي هو البرتقان اللي انت بتشربه مثلا من بيتي، عصير بيتي، لا بيتي الشركة مش بيتي اللي في البيت يعني، او جهينة. لان لو كل علبة بيديها لك عصير طبيعي فعلا 100% هيفلس. لان انت لما بتروح للراجل بتاع العصير ايه اللي بيحصل؟ ودي بقى من الحاجات اللي احنا هنخش فيها المشكلة. طبعا البرتقان مثلا من افيد الحاجات في الدنيا، بس الراجل لما بيجي يعمل لك عصير برتقان بيعمل ايه بالظبط؟ في فرغلي في محل العصير بيقعد يحط 1 2 3 4 بتاع 10-15 برتقانة عشان يعمل لك كوباية عصير واحدة. ايه المشكلة في حاجة زي دي؟ انت لما بتاكل البرتقانة بتدخل بطنك، جسمك يقعد يهضم فيها شوية شوية ويستفيد بالالياف اللي فيها، وممكن تاكل لك برتقانتين ثلاثة، بس 10 برتقانات. البرتقانة عامة او اي فاكهة فيها نشويات وفيها سكر كلهم. لو شفت فيديو حساب السعرات هتجيب التطبيق بتاع ماي فيتنس بال، هتبص فيه تدخل مثلا البرتقان، يقولك مثلا واحدة برتقانة 100 جرام، برتقانة صغيرة، برتقانة كبيرة، هتلاقي فيها نسبة نشويات حتى لو بسيطة، وهتلاقي فيها نسبة سكر حتى لو بسيطة. وانا اصلا ضربت المثل بتاع البرتقان لان البرتقان والليمون والجريب فروت، الحاجات اللي هي الحوامض، عارف اسمها الحوامض ولا اسمها ايه، اللي هي السكة دي اللي هي برتقان ليمون جريب فروت، الحاجات دي كلها اقل حاجة فيها سكر او خسائر، ومن الحاجات المفيدة قوي. والدكاترة دايما يقولك وانت مثلا في الدايت تاخد واحدة جريب فروت. لما انت بتشرب العصير كانك خدت 10 برتقانات، فشوف كمية السكر اللي خدتها وكمية النشويات اللي انت خدتها بسبب كوباية برتقان او ليمون او جريب فروت. يعني ما هو الكلام ده كله بيتطبق في كله. شوف الليمون من الراجل مثلا بيحطط لك 10 ليمونات في الخلاط وسكر وتضرب كله كده في الخلاط، يروح جسمك داخل لجسمك بشكل بسيط، مش بقى جسمك بيقعد يهضم فيه، لا ده جسمك بيخش له العصير مرة واحدة يخش له كأنه سكر، فتلاقي نفسك بتشرب عصير ليمون، بتشرب عصير برتقان حتى لو من غير سكر، فاكر ان هو كده انت يعني في السليم. لو انت بتفكر ان انت تخس او تنزل شوية دهون هتلاقي الموضوع وقف. وقف ليه؟ هتلاقي العصاير داخلة في القصة. فانا عن نفسي العصاير والله العظيم تقريبا ما بشربهاش. ايه بقى اللي انا ممكن اعمله؟ بس طبعا انا اللي هو انا يعني مجنون متخلف في دماغي، اللي هو ازاي مضيع نفسك فرصة زي دي وحاجة حلوة زي دي. بس انا اكل برتقانة واقعد اكل فيها حتة في حتة في حتة ما بتخلصش، غير لما امسك شوب برتقان تك
خلص، فيها فايدة وباكلها وبتشبعني وبتكيفني جدا. الليمون مثلا، انت بدل ما تحط تعصر ليمونة او اتنين في كوباية تقول عامل 5 او 6 ليمونات، انا في ده هيبسطني اللي هو الليمونتين، وهاخد برضو طعم الليمون وهستفيد بالليمون وشيل الحصاوي من على الكلى ويفيد بشرتي ويفيدني في الهضم، بدل ما اشربه 10 ليمونات بالسكر وراح ضربهم مرة واحدة تنزل كأنها سكر تخش جسمي ما خسش وما تستفيدش منها بأي حاجة، اكيد لا. وهنتكلم بقى دلوقتي الفاكهة ازاي تاكلها بشكل كويس عشان تستفيد منها. دلوقتي هنتكلم في كام نقطة كده سريعة على الفاكهة. اول حاجة بصورة عامة كده، اي فاكهة معطبة سنة تبعد عنها. يعني الموزة دلوقتي يقولك ايه مثلا، الموز احنا دلوقتي بنتكلم عشان تخس او تنزل شوية دهون، مش بنتكلم عشان اللي هو يا سلام على الفايدة الجميلة العامة، لا بتكلم عشان الجسم الفورمة. اي حاجة من الفواكه متخمر او مسود او في بطش كده زي الموز مثلا سودة، ده تتجنبه تماما. هو بيقولك دي بقت معسلة اكتر، دي بقت تحفة بالذات لما سودت. السواد ده اللي انت بتقول الطعم التحفة ده، السكر البسيط، هو فيه دايما بيقولك ايه سكر بسيط وسكر معقد. فلما تلاقي حاجة فيها نقط سودة، مانجا لقيت فيها نقط السودة دي، تعرف ان هي فيها مشكلة وما تقربلهاش، لان السكر البسيط اللي فيها عالي، جسمك هيهضمها بسرعة. هيكون السكر المعقد اللي فيها اللي ممكن يفيدك او جسمك يهضم فيه في وقت اطول، هتلاقيه بقى سكر بسيط جسمك هضمه بسرعه، خلى نسبه السكر او نسبه السكر في الدم تعلى. هنيجي بقولك هنيجي للنقطه بتاعت السكر دي قدام، بس عامه البطش تتجنبها في اي فاكهه، الحاجات المفعصه المخمره تتجنبها، والموز بالذات. ممكن اعمل فيديو للموز برضو، كل الحاجة في شكلها السليم. الموز تاكله هو اصفر، يا اما اصفر كامل يا اما مخضر سنة. قبل ما اخش في اخر نقطة بتاعت الفواكه، ازاي تعرف الفاكهة دي مفيدة ولا لا، او ممكن تعملك مشكلة ولا لا وما تخليكش تخس، هقولك امتى تاكل الفاكهة. بالنسبة لنا طبعا، يعني بص، القرايات كل سنة بتتغير، النظريات بتقعد تتغير، وحد بيقولك حاجة جديدة عن التاني، فهقولك كذا سيناريو وانت اختار الانسب لك وجربه على نفسك وشوف ايه اللي هيحصل، لان مفيش حاجة تنفع للكل. بالنسبة لنا بعد التمرين، اول ما اخلص تمرين مثلا باكل تفاحه، فده ميعاد كويس قوي تاكل فيه الفاكهه. بيقولك ان انت ممكن تاكل اللي هي ثمره فاكهه مع كل وجبه، يعني انت لو بتاكل 3 وجبات او 4 وجبات تاخد ثمره فاكهه مع كل واحده. طبعا مش اي ثمره، ممكن تاكل مثلا بطيخ، كيوي، مشمش، الحاجات اللي هي مش مسكره قوي، عشان انت اصلا الاكل اللي انت بتاكله بيعلي نسبه السكر في دمك، فتاكل فاكهه كمان تعلي نسبه السكر في دمك اكتر، فجسمك ما يحرقش الدهون اللي هو فيه، يحصل له حاجه اسمها مقاومه للانسولين، فالدهون تفضل متخزنه في مناطق بقى الصدر والبطن والجناب، ما بترضاش تنزل عشان السكر عالي قوي في الدم، فالحاجات دي اتخزنت جسمك مش عارف يتخلص منها. في ناس اصلا تقولك ابعد عن القصه دي تماما، عشان لما بتاكل فاكهه بعد الاكل مسكر مع حادق ما بيتهضمش كويس. وفي ناس تانية تقولك الموضوع ده اي كلام، بالعكس انت لما بتاكله بعد الاكل جسمك بيقعد يهضم في الاكل فترة اطول، فبتفضل شبعان فترة اطول بين الوجبات. فهي مدارس، انت يعني هتعرف لما بتاكل مثلا حتة بطيخ، طبق بطيخ مثلا 100 جرام مثلا بطيخ، لان كل حاجة بالوزن، مفيش حاجة بتمشي عشوائي، مش كل فاكهة حلوة كل فاكهة جميلة، دي خفيفة عيش يعني كتر منها، لا. فممكن تاكل مثلا 100 جرام بطيخ بعد الاكل، ممكن تاخد وحدتين كيوي، ممكن تاخد مثلا 5 وحدات 6 وحدات فراولة. فبعد التمرين برضو اوقات باكل موزة بعد التمرين او تفاحة، فبعد التمرين مثلا بنص ساعة او ربع ساعة تاخد مثلا موزة او تفاحة. الصبح لما تصحى قبل ما تفطر او اي حاجة وبطنك لسه فاضية، تعرف تاخد مثلا حتة فاكهة او تاكل بطيخ، تاكل ايا كان الفاكهة اللي انت هتاكلها، هتساعد برضو جسمك ان هو ايه ينظف نفسه وتخش الحمام كده على بطن فاضية، فالموضوع بيبقى هادي ما تحسش بانتفاخ. فده الوقت ده اصلا بيبقى اللي هو جميل ومضمون، بدل مثلا ما تصحى تاكل سندوتشين طعميه مثلا، فممكن تعمل كده. بقول لك خلينا نخش في اخر نقطه، لان هي هتخليك بقى تقرر بعد كده ايه الفاكهه اللي انت بالنسبه لك قشطه ولا يعني. تعال نخش. انا اعرف منين ان الفاكهه دي كويسه والفاكهه دي وحشه، او دي اللي هي بتعلي نسبه السكر في دمي وما تخسسنيش، او تخلي الدم في نسب واطيه وان انا ايه اعرف اخس واتخلص من الدهون وبتاع. في حاجه اسمها جلايسيميك اندكس. جلايسيميك اندكس يعني هو رقم، الرقم ده كل اكل في الدنيا ليه رقم، اللي هو الرقم ده بيحدد تاثير الاكل ده على نسبه السكر في دمك عامل ازاي. هي كل حاجة بتتربط كل شوية بموضوع السكر في الدم، عشان معدلات الانسولين او السكر في دمك بتحدد حاجات كتير قوي في جسمك. فأي اكل في الدنيا ليه اللي هو معامل نسبة السكر في دمك، بيبقى رقم. فانت لو كتبت جلايسيميك
اندكس لاي فاكهة في الدنيا هيقولك الرقم بتاعها كام. لو الرقم اكتر من 55 او اكتر من 50 تبقى الفاكهة دي بتعلي نسبة السكر في دمك، وبالتالي الحرق بتاع جسمك هيقل، وبالتالي الخسسان هيبقى صعب والتخلص من الدهون هيبقى صعب. لو اقل من 50 يبقى الفاكهة دي سيف، واللي هو قشطة ممكن تاكلها مش بلوكش برضو تاكلها على حسب الخطة اللي انت عاملها بتاعتك من فيديو حساب السعرات. وانت عامه ممكن تدوس يعني بوز او تاخد سكرين شوت من الصفحه دي عشان اي حاجه بتاكلها بعد كده تبقى عارف ان دي لا دي بتعلي السكر في الدم، يبقى مش عارف اخس منها. فبالطريقه دي هتعرف الفواكه بتاعتك بالظبط هل هي بتعلي السكر في دمك ولا لا. طبعا الكريز والفراوله والبرتقال والجريب فروت والليمون والتفاح الاخضر والتين الشوكي، كل الكلام ده حلو جدا وخفيف وما بيعملكش اي ما بيعليش السكر في دمك قوي. كلت لي 3 وحدات تين شوكي قشطه، طبق تين شوكي كامل 10 وحدات لا. ليه بقى؟ لان في نسبه سكر وفي نسبه نشويات، فدخل الحاجات مظبوط على اللي هو ماي فيتنس بال اللي هو من فيديو حساب السعرات. كان نفسك في منجايه مثلا، كل منجايه واحده، ما تاكلش منجايه مفعصه، كل منجايه ناشفه كده وماسكه نفسها، فاهم قصدي؟ موزتين ثلاثه اربعه لا، واحده قشطه. كلتها بعد التمرين مصلحه، كلتها بالليل قبل ما انام غلط، كلتها الصبح اول ما صحيت مفيش مشكله. الفيديو معلش طويل شويه، عيده كذا مره، بص على الجدول وارجع له. اعتقد دي كل حاجه يعني في الموضوع. بس كده، شكرا يا جماعه انكم اتفرجتوا، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب على الحاجات اللي موجوده تحت دي عشان يجيلكوا اخبار انا اي حاجه دي بعملها في حياتي وعن الفيديوهات. اشوفكم في الفيديو الجاي، سلام.